من أوسنا لديكيرنس بالدقهلية، الوضع هو الوضع، الإهمال والفساد وتأخر الخدمة الطبية المقدمة للمواطن هي سيد الموقف. شفنا قبل يومين ضرب الأطباء والطواقم الطبية في مستشفى أوسنا، والنهاردة بنتكلم عن مدى تأخر المستشفى والإهمال اللي موجود فيها. النهاردة فوجئنا بهذا الخبر، طرد مواطن من مستشفى ديكيرنس العام بالدقهلية، وبعض الناس اللي كانت موجودة رفضوا دخوله لأنه مريض بالضرر. واحد من المواطنين، مواطن سيد من صحاب هذه الأرض، صحاب هذه الوطن، قالوا له أنت القانون والدستور بيكفل لك خدمة طبية مجانية في مستشفيات الحكومة، احنا عندنا تنمية مستدامة وعندنا مشروع تأمين طبي شامل وعندنا طفرة وإنجازات وحكومة عاملة لك مستشفيات على أعلى مستوى، ومنزل يا مواطن روح اكشف في المستشفى. فنزل المواطن خد إيده ديله في أسنانه وراح خبط على باب مستشفى ديكيرنس الموجودة في محافظة الدقهلية، قال لهم أنا عيان اكشفوا علي. فكشفوا عليه، شخصوا الحالة بالضرم، وبعد كده الأمن شالوا هيلة بيلة رموه جنب سور المستشفى. فين؟ في الزبالة، زي ما هعرض لحضراتكم هذا الفيديو، نتابع. شوفوا يا جماعة ده حالة، هي طالعة من المستشفى الكبيرة، مستشفى ديكيرنس العام، طلعوها رموها برة جنب الزبالة هي، تمام؟ وبطاقته اهي. ده المواطن، ده مكان المواطن من وجهة نظر السادة في الدولة، وزارة الصحة أو السادة المسؤولين في وزارة الصحة شايفين إن المكان الطبيعي للمواطن المصري في سلة الزبالة قدام المستشفى مرمي بهذه الطريقة. تقوليش بقى ده خطأ فردي، تقوليش إن هو عنده الضرن ومصاب بالضرن. السادة الأطباء خافوا على نفسهم وخافوا على المرضى، لأن أصلا ما عندهمش سبل حماية أو وقاية يحموا نفسهم أيضا بسبب إهمال وزارة الصحة، فقال لك يا عم أنت عندك ضرن امشي بعيد عننا. طب اللي عنده ضرن ده ما يتعالجش؟ اللي عنده ضرن ده محدش يكشف عليه؟ طب محدش يعامله على انه بني ادم؟ محدش يتعامل معاه باسلوب لائق؟ تقوم تشيله ترميه قدام المستشفى؟ ده انت لو بتتعامل مع عبيد مش هتعمل كده. انت لو بتتعامل مع ناس ملهاش حقوق مش بشر، انا اسف 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 اسف، لو بتتعامل مع بهايم هتتعامل بشكل افضل من كده، لكن ترمي مواطن، مواطن اخوك في الوطن، جارك، ممكن يكون جارك من العزبه اللي جنبك او النجع اللي جنبك او الشارع اللي وراك، ترميه من المستشفى بحجه انه مصاب بالضرن. ووزاره الصحه فتحت تحقيق في الموضوع، محافظه فتحت تحقيق في الموضوع، الاداره الطبيه في ديكيرنس فتحت تحقيق في الموضوع، الكلام عامل دوشه على السوشيال ميديا برضه بعد الفيديو ما الناس خدته. لو الفيديو ده ما اتنشرش ما حدش شافه، كان المواطن ده فضل مرمي قدام المستشفى في الشمس مات، او جت عربيه خبطته، او لدغته عقربه او تعبان من الزباله اللي هو مرمي فيها. ده حال المواطن، ده حال المواطن. ترجع تقول لي الدكتور يتحمل؟ الدكتور اللي طلعه يتحمل لانه ما عندوش ضمير، الأمن أيضا يتحمل، لكن اللي يتحمل المشكلة الكبيرة وزارة الصحة، لأن الدكتور النهاردة بقى خايف يتعامل مع مريض ضرم لأنه ما عندهوش الإمكانيات، خايف يتعامل مع واحد مصاب بمرض معدي لأن الوضع في المستشفى والأدوات والإجراءات الاحترازية والحاجات الطبية اللي بيتعامل بيها من قبل 20-30 سنة بعض الدول بطلت تستخدمها. ده أيضا خلانا نلف لفة كده، لفة بسيطة يعني مش هطول على حضراتكم، في محافظة الدقهلية، واحدة من أكثر المحافظات كثافة على مستوى الجمهورية. وقبل كم يوم في 3 ديسمبر لما نزلت العلاج الحر قفل 8 منشآت طبية مخالفة في الدقهلية، اكتشفوا إن الثمانية بينهم 6 شغالين بقالهم 4 سنين بدون تراخيص، وبعضهم بيديروا طالب أو مواطن خريج دبلوم صنايع بيدير مركز طبي في مركز المنصوره، في مدينه المنصوره محافظه الدقهليه. ليه؟ لان الجماعه بتوع العلاج الحر نايمين على ودنهم بقالهم سنه، لما نزلوا في ساعه واحده قفلوا 8 منشات. وده ايضا حادث حصل في اغسطس اللي فات، يعني قبل شهر او شهر ونص تقريبا، دكتور ايضا بقت موضه النهارده
بقت موضه فعلا. دكتور نسى فوطه داخل بطن الست هينتظر الحبس والغرامه، ده بسبب انه نسى الفوطه داخل بطن واحده من السيدات. الست اللي هعرض لحضراتكم صورتها دي، حط لي كده الخبر اللي بعده. اسره اهي الست الطيبه اللي قدام حضراتكم دي، عندها 41 سنه، ام الاربع ابناء، بقريه العصافره التابعه لمركز المنزله محافظه الدهليه. دخلت تولد ابنها الخامس، فدخلت تولد ابنها الرابع، فالدكتور نسى الفوطه جوه بطنها وماتت بعد كده بالاهمال الطبي. وقال لك يعني لو معانا فيديو بيتكلم عن الموضوع، طيب سمعنا كده الفيديو نشوف ماذا حدث في هذا الموضوع. انا هبه ضحيه الدكتور، اختي ضحيه اللي هي خالد صالح، اختي كانت طبعا في فتره حملها مع الدكتور ده. وفي يوم 12/7 ولدت، لكن ما كانت تاني يوم من الولاده كانت بدات تظهر عليها ان هي نزيف، اتصلت بيه قدر ان هو يديها علاج يوقف النزيف. بعد كده دخلت بعدها كام يوم قدر يظهر عليها تعب تاني، تشكت بالالم الالم بتاعه، راحت لدكتور البطنه، لكن دكتور البطنه افاد واكد لها ان ده مش ملوش اي علاقه بالبطنه خالص، وحولها على دكتور الجراحه. دكتور الجراحه حولها، طلب منها اشعه، اختي عملت له اشعه، قال لها انت الاشعه دي لازم تدخلي الطوارئ مستشفى المنزله، وبالفعل دخلت المستشفى، وهناك بعدها بكام يوم قدرنا ان احنا عملنا عمليه استكشاف. العمليه الاولى قدر ان هم الدكاتره يطلعوا منها الفوطه زي ما هم قالوا لنا، الدكاتره هم اللي قالوا لنا، احنا مش مثلا احنا اللي عايزين بس الاشعه فيها ان هي فيها شيء غريب، ما ينفعش الصحه لما جينا نشوف التقارير قال فعلا ايه اللي وصل لحل التسمم ده، اللي اذا كان في شيء اهمال طبي. الاشعه دي فين دلوقتي؟ في النيابه. الست دي ما كانتش الوحيده ضحيه الاهمال الطبي في مستشفيات الدقهليه. لنا ايضا شيماء الست اللي قدام حضراتكم دي ضحيه اهمال طبي، دخلت تعمل عمليه من العمليات البسيطه، عمليه تكميم معدة، فبسبب الإهمال والدكتور عطاها فصيلة دم مختلفة، ماتت بعدها بكام ساعة، ده حسب كلام زوجها وحسب كلام بعض المواطنين الشهود على هذه الحادثة والشهود على هذا الموضوع. أيضا كان في فيديو مشهور أعتقد قبل 6-7 شهور، مش قديم يعني، الواحدة بتصرخ داخل احد مستشفيات الحكومه في محافظه الدقهليه، وبتقول قتلوا ابني، موتوا ابني اللي ربنا رزقني بيه، ده لان الحضانه وقفت مره واحده او العنايه المركزه، اجهزه المستشفى تعطلت، صحه الدقهليه تتقصى فيديو صراخ ام لوفاه رضيعها. الكلام ده كان في مايو اللي فات بمستشفى المنصوره، وقال لك ان السبب ان اجهزه المستشفى مره واحده تعطلت. يعني ايه اجهزه المستشفى تعطلت؟ حد كده بيفهم؟ مكمل تعليمه يطلع يقول لي يعني ايه اجهزه مستشفى في المنصوره، مستشفى المنصوره العام تتعطل فيموت اللي محطوط على المستشفى منهم ابن الست الغلبانه دي؟ سمعنا يا سيدي الفيديو. يا زبده يا عيال اسمعني، يا بص العيال المركزه موتت لنا الولد، موتت لنا الولد، موتت لنا الولد، والمتهم في هذه الحالة هي أجهزة المستشفى. يعني مش المتهم إهمال السيد المسؤول عن المستشفى ولا مدير المستشفى ولا المسؤول عن العلاج والشراء والشراء الموحد في الإدارة التابعة للقوات المسلحة، ولا السيد وزير الصحة ولا وكيل الوزارة. قال لك ده الأجهزة اتعطلت وده حدث فردي وجايز يحصل في كل حتة، لكن الحدث ده ما يحصلش غير في بلدنا. في نوفمبر 2021 إهمال طبي، أم فقدت أول جنين لها بعد انتظار الطبيب 7 ساعات. 7 ساعات ست بتولد والطفل قال لك راسه بره وبقيت جسمه جوه، مش لاقيين دكتور لمده 7 ساعات في واحده ايضا من مستشفيات الدوله.
ده كانت مستشفى ايه؟ دي كانت مستشفى الطلخه. مستشفى الطلخه الحكومي المركزي، الست دخلت تولد، طبيب فين؟ قالوا جاي في السكه، دخلوها العمليات، دخلت جهزوها، ادوها الحقنه، اوب اوب، وفضلت الست مستنيه 7 ساعات والتمريض مش عارف يعمل ايه. بعد 7 ساعات وصل سياده الدكتور، اتضح انه كان في علاج في العياده الخارجيه بتاعته، وكان الطفل مات جوه بطن والدته. ده واقع المستشفيات في محافظه الدهليه. احكي لك حاجه كده لطيفه بواقع ان احنا بنتكلم عن مستشفى ديكيرنس اللي طردت النهارده المريض ورموه في الزباله قبل كام شهر؟ في 2018 يعني، قبل سنة، قبل 3 او قبل 4 سنين. في 2018 دخل شاب جميل كده لابس بدله، خبط على السيد مدير مستشفى ديكيرنس وقال له انا طالب في سته طب وحولوني عندك عشان اخد التدريب بتاعي. قال له اهلا وسهلا بيك يا دكتور، اتفضل البلطو الابيض، اتفضل كمان السماعه، وانزل اكشف على المرضى فين؟ في الاستقبال. وفضل يكشف على المرضى في الاستقبال اسبوع واثنين وثلاثه واربعه، ويكتب علاج ويحول ويستقبل حالات. اكتشفوا بعد كده انه اصلا مش مريض، ده خريج دبلوم تجاره وشغال في قاعه افراح. خبر اهو تفاصيل واقعه الدكتور المزيف، خريج تجاره ومارس الطب بمستشفى ديكيرنس قدام مدير المستشفى. خبر من اليوم السابع في 2018 قدام مدير المستشفى والدكاتره اللي موجودين في مستشفى ديكيرنس والامن والاداره، محدش فيهم كلف يقول له طيب يا دكتور فين الكارنيه بتاعك؟ يا دكتور انت بتعرف تكشف، بتدي حقنه، طب الفرق ما بين الامبول والمش عارف ايه ايه؟ ابدا. سابوه كام شهر يكشف على الناس لحد ما احد المرضى اشتكى، قال لهم ده ما بيعرفش حاجه، انت منين؟ طب الكليه اللي حولتك ايه؟ اكتشفوا بالنهايه انه خريج دبلوم تجاره وشغال في قاعه افراح. ده واقع مستشفيات الحكومه اللي بتقول لنا عندنا طفره وعندنا اللي محدش عنده وتعالوا تعالجوا عندنا. مواطن بيخش صحيح يطلع عيان، والعيان بيرموه في الزباله زي ما حصل النهارده في مستشفى ديكيرنس.